إيدالي عم بتشارك بكتير إيفنتات مهمة، مؤتمرات مهمة اغترابية برا كرمال تضوي على هيدا الناحية. عم تلاقيها موجودة دايما، يعني مؤتمر الطاقة مؤخرا يلي صار بنيويورك، اللي بأفريقيا، يلي بالبرازيل، بتلاقي شركة إيدالي أول الشركات اللي عم بتشارك بهيدي المعارض والمؤتمرات لتعرف المغتربين على أسواق اللبنانية. إيدال مثل المغترب حدود العالم، فأكيد بينقصنا كتير قصص لنوصل لكل لبناني وين ما كان موجود، لنوصل لنعرف العالم كله انه لبنان هو بلد السلام وبلد العطاء وبلد النجاح.